مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعين عالم السيارات. نيسان باترول نيسمو الوحش وصل ونحن رح نقوم باختباره لحتى نختبر النسخه الرياضيه من نيسان باترول. رح نقوم بتجربتها اول شيء على حلبة دبي اوتودروم لحتى نتفادى المشاكل على الطرقات ونكون ببيئه امنه، ومن بعدها رح ناخذ فيها جوله على شوارع دبي ونشوف اهم التعديلات واهم التجهيزات اللي حصلت عليها نيسان باترول نيسمو. بداية خلينا نتعرف على اهم التغييرات اللي حصل عليها نيسان باترول بنسخة نيسمو. اول شيء فينا نشوف المصاد مع الفتحات الجانبية لحتى تعزز من الانسيابية وتخفف من قوة الجر. اكيد في عنا شعار نيسمو موجود على السيارة لحتى يميزها عن غيرها، والخطوط الحمراء ايضا لحتى تبرهن وتفرج انه هالنسخة هي النسخة الرياضية من نيسان. عن جنب فينا نشوف اللون الاحمر على الفتحات الجانبية وشعار الفي 8 ليدل انه محرك من 8 اسطوانات. اكيد عم نشوف الخطوط الحمراء على دواسات من تحت وحتى على المرايا. فينا نشوف عجلات بلون اسود بقياس 22 انش. اما من الجهة الخلفية ايضا فينا نشوف المصاد بالتصاميم الجديدة يلي بتدل على تصاميم نيسمو، الجناح الكبير، مشتت الهواء والخطوط الحمراء. الملفت للنظر انه في عنا اماكن للعوادم هون، ولكن هيدي العوادم غير حقيقيه، هيدي فقط للمنظر لانه العوادم موجوده من جهه تحت. اهم التعديلات على المحرك واجهزه التعليق خلينا نكتشفها مع بعض مثل ما سبق ذكرت على الحلبة، وايضا بنشوف هدوء السياره على شوارع دبي. تفضلوا معنا. اكيد الاختبار على الحلبة ما راح يكون مثل سباقات الحلبات، راح يكون على طريقه الدراج ريس تنقدر نعرف انطلاقة نيسان باترول نيسمو والكبح والسرعة اللي بنقدر نوصل لها من خلال الانطلاقة. فإذا انطلاقتي رح تكون على 400 متر على حلبة دبي اوتودروم مثل طريقة الدراج ريس. أول انطلاقة عملنا فيها 13 ساعة، بدنا نشوف ثاني انطلاقة ونشوف قوة 28 حصان الزيادة على محرك 400 قد ايه عم تعمل فرق. أكيد محرك 8 مثل ما ذكرنا وتم التعديل عليه، وحتى أجهزة التعليق يعني صارت مزودة بمصات الصدمات من بيلشتاين، وهي مصات صدمات الرياضية يلي بتعطي السيارات الإحساس بال تماسك والشعور الجيد. فإذا الانطلاقة الثانية كمان ورح نقدر نشوف هلأ تسارع. يعني قادرين تحسوا شوي بهالدفشة من خلال 28 حصان، وأيضا بتحسوا ثباته أكثر على الأرض من خلال أجهزة التعليق الرياضية. وهلأ تجربتنا رح تكون على الشوارع تنختبر الراحة والهدوء داخل نيسان باترول نيسمو الجديد. في ناس كتير رح يعلقوا إنه كيف بناخد نيسان باترول نيسمو على الحلبة. الباترول منه سيارة رياضية ولا سيارة للقيادة على الحلبات، ولكن فضلنا نحن شركة نيسان انه نقوم بتجربة التسارع على الحلبة لانه مكان امن، ما منعرض حالنا ولا اي شخص للخطر، على عكس غير شركات يلي عم بيقوموا بتجارب السيارات السريعة على الشوارع العادية، وهذا الشيء يعتبر غير قانوني. ولكن من بعد ما قمنا بهالتسارع والتجربة على الحلبة خلينا نختبر النيسان باترول نيسمو على الشارع ونشوف هالقوة اللي ضافوها على المحرك وأجهزة التعليق الرياضية إذا رح تأثر على الراحة ولا لا. إذا ما نحكي تفصيليا عن المحرك الشهير 2 اسطوانات، القدرة الحصانية صارت 428 حصان والعزم 560 نيوتن متر. بالرغم من أنه القوة اللي قدروا استخلصوها من المحرك 28 حصان وهو رقم قليل يعتبر نسبيا، ولكن بمقدورك انه تحس بانطلاقه نيسان باترول نيسمو وبتحس بالفرق البسيط يلي عم بيعطيك هالدفعه القويه لحتى تنطلق بطريقه اسرع. ايضا ما ننسى انه اجهزه التعليق البلشتاين
عم تعطي السيارة شوي على الإحساس بالقساوي لتعطيك شعور رياضي. وأيضا الراحة بتتوفر داخل المكسورة من خلال تصميم الكراسي الجديدة وألوانها الجميلة، وهالألوان هي الألوان المتوفرة فقط لنسخة نيسان باترول نيسمو يلي عم يتوفر عالميا لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط. وبوجود العجلات الكبيرة اللي بيوصل حجمها ل 22 إنش، إلا أنه العزل ما زال رائع داخل المكسورة، عزل الأرضية وحتى صوت الهواء يلي صار أخف من الجيل السابق. وأكيد ما ننسى أجهزة السلامة وأنظمة مساعدة السائق المتطورة اللي عم تتوفر بنيسان باترول نيسمو، وأيضا نظام الترفيهي والشاشة الموجودة يلي شفناها على نيسان باترول الجديد، وهالشاشة اللي بتخليك تتحكم بنظام الملاحة والتليفون ونظام الكونكتيفيتي من خلال الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. وأكيد ما بدنا ننسى اللمسات الرياضية داخل المكسورة أيضا من ألياف الكربون، الخياطة باللون الأحمر والألكانترا الموجودة على المقود، وأيضا الشعار أو العلامة الموجودة على المقود، هذه بنشوفها على سيارات السباق ويلي بتخلينا نعرف أنه العجلات الأمامية بجهة مستوية. ومثل ما سبق وذكرت أنه الخطوط الحمراء هي اللي بتميز نيسان باترول نيسمو عن باقي الطرازات العادية، إلا أنه أيضا إلى عملية وإلى شعار آخر. عم نشوف كلمة نيسمو وحرف الأو موجود دائرة باللون الأحمر، وهالخطوط هي نفس الشيء إذا منشوفها من العالي من فوق بتبين مثل الدائرة باللون الأحمر، وهذا الشيء بيرمز للأو بكلمة نيسمو. بنهاية التجربة كان في عندي عدة نقاط حبيت سلط الضوء عليها، من أبرزها هي عدم وجود عتلات لتبديل السرعة بنسخة رياضية مثل نيسان باترول نيسمو. أيضا كمان كان عندي تعليق على العوادم بالخلف يلي عاملينها بشكل زينة فقط، كان بالإمكان أنه يوضعوا عوادم كبيرة لا يعطوا شكل نيسان باترول نيسمو الشكل الرياضي، ولا حتى تقدر تسمع الصوت الرائع عم يخرج بطريقة مباشرة إلى الخلف. سعر نيسان باترول نيسمو 385,000 درهم إماراتي. أكيد هذا السعر بيختلف حسب الوكلاء وحسب البلدان. هذه كانت تجربة السريعة على نيسان باترول نيسمو الجديد، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. بشوفكم بالتجربة الجديدة قريبا، الله يكون معكم، باي باي.